تعيش وتاكل غيرها، تعيش وتاكل غيرها وبتنعاد عليك. انا عيد سوا خليك عالهوا، انا عيد سوا خليك عالهوا. شكرا. ضرب وطالع فيك، تعيش وتاكل غيرها، تعيش وتاكل غيرها وبتنعاد علي. بونجور. بونجور. اهلا بونجور. كيفك؟ منيحة. بدي اقول لك اسم الله عليك يا عالجمال. مرسي. هيدي واسم الله عليك شو مهضومة. تسلم. مرسي. واسم الله عليك شو نخشة. مش تحكي. واسم الله عليك شو أمورة. والله. واسم الله عليك شو دلوعة. مش تحكي. واسم الله عليك. خلص بقى. دلعك. فهمنا عربي انه اسم الله عليك. بس بدي قلك. لوامرك وصال. بدي قلك انه اول ما فت لها في قلبي. مش تحكي. لا انت عم تمزح. انا بحكي جد. بيت الله. هلا انت اختياري مزح. انا عم بحكيك. روح عني. روح 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 تصلى مع غيري. روح قايد بغير مسلي. روح. ليه عم تحكي؟ مش شايفني هاد امك؟ كيف لك انا عم تحكي معي هيك؟ الحب ما له عمر. مش تحكي. والله هيدا الحب من نظرة اولى يعني. شو الاسم الكريم؟ ما بخصك. لا. شو لك معي؟ لا انا الدنيا ناس. اوكي بس لو جيتني بغير طريقة ممكن كنت قلت لك اسمي. صح. بس هاي الطريقة انا اجي اذا بتريد روح اقول اجوا اصحابي من الطرف. ماشي ما تاخذيني. سوري فهمتيني غلط. بعتذر. اتفضل. في مجال تقولي لي اسمك؟ ما بعرف. شو فيني بعيطك بس؟ يا خيي مالفينا. مالفينا حبيبتي. عدي. انا عدي. مالفينا. 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 نعم. الحب ما له عمر. هي فيك تفل عني بقى اليوم. لا بس انه حسيت فيك تفك عني. شو اللي بعتك علي؟ قولي لي شو اللي معك. انت شاب بتجنن. شو لك معي؟ لحقني ناس انا هلا جايين معي. وانا لحقنك يعني احنا ما يعملوا لك شي بدل. روح هونيك. لحقنك. عيفنا من شرك اليوم. لحقنك ناس وانا لحقني كثير صبايا. الله يوفقك معه. شو لك معي؟ ملفينا ما كنت. بس هلا عن جد بلشت ازعل. رح فل. خلص رح فل. رح فل. ما بقى رح تشوفي صورة وجهي. يعني مزبوط ما بقى تتعاطي معي. يا خيي روح من هون. خلصت. يلا بخالصة ما تيجي. يلا باي. نعم. شو بدك فيه؟ هي ما تبلش هيك. الواحد يطلع بحاله. الله يخليك. انا من اول علاقة اذا نبلش هيك بلاها. واقف انا. اي علاقة يا حبيبي؟ اي علاقة؟ لا انه نعم. شو بدك فيه؟ بمين؟ اي علاقة؟ انه نعم بمين عم بتطلع؟ مين بده بتطلع؟ اكيد انت حر بس بعد عني. انا زعلت كثير بس قبل. زعل. بس قبل رح اقول لك عن جد عجبتيني. لك رح اقول لك. اسم الله عليك. رح كبر لك اياها يعني. ليه؟ يا خيي فك عني. طيب ما بدي اياك تكوني زعلانة. انا رح الله معك. سوري اذا ضيعتك. كارد وصولك. الله معك. يا بس قاعد بتصبر. ايوب يا ملفينا. ملفينا شوفي فل عني. ملفينا. يا ماتر اذا بتريد تعال ظهر لي هلا هلا من هون. هو كمان ملفينا. صبرك يا ايوب. بحبك بحبك بحبك. جلق علي يطب ايدي. قلنا له فك عنا. ما فك عنا. لا بالمنيح ولا بالوحش ولا بالحسنى. شو؟
اه واللي ببطنك شو بدك تعملي فيه؟ شو؟ شو؟ اسمع كمان يا تعيش وتاكل غيره تعيش وتاكل غيره وبتنعاد عليك ريتشي ريتشي يعني مثل ما بيعرفوا العالم على طول خلي تلفونك في ايدك وريتشي سبارات بالامور المستعصيه اللي فيها هايبر وما هايبر بفوتوا الشباب اسم الله عليكم أبطال بدي اقول لكم شغله انه ريتشي سبارات كل فتره بيعمل لكم اوفر هالمره على كريسمس عامل اوفر معين يعني بتفوتوا بتعطوا الاولاد الهدايا بتروحوا مش بس الاولاد مع الاولاد حلو كبار وصغار يعني على طول ريتشي عامل لكم اوفرات مهضومه واسعارك ما بتوجع لانه اصلا هلا بهذا الوضع انت عم تطوق حد الناس اكيد اكيد هالمره وقف حدنا ما معك شيء 40 للاحد الله يخليك خلي تليفونك بايدك وتابع على طول اوفرات ريتشي سبارات